السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية طيبة لكم مشاهدين الكرام، وحييكم بها على الهواء مباشرة أينما كنتم داخل وخارج الوطن في حلقة جديدة من برنامجكم 50 دقيقة، والتي خصصناها اليوم في تغطية للذكرى الأولى لاستشهاد الشهيد القائد نايف الجماعي رحمه الله. وسوف نقف في هذه التغطية على أبرز المحطات التي وقف فيها في حياته في مسيرته النضالية للشهيد نايف الجماعي. أشهد في سبيل الحق والعدالة والكرامة خلود مشع، والتضحية في سبيل الوطن حضور يستعصي على النسيان، معادلة جسدها الشهيد نايف الجماعي، فاستحق الخلود في سجل النضال وذاكرة الوطن. الشهيد نايف الجماعي في ذكرى استشهاده الأولى، نتابعها مشاهدين الكرام في هذا التقرير. بين تاريخ ميلاده تاريخ الوجود، والسابع من نوفمبر 2015 تاريخ ميلاد الخلود. بين التاريخين قصة جماعي جمع أطراف البطولة وارتقى علياء المجد. طاول القادم من ثرى اللواء الأخضر الثريا شموخا في وجه الظلم، وظل الانحياز لمظلومية الجميع يحدد موقف الجماعي في مسار حياته كلها، حياته في إب حيث المنطلق والبداية، وحياته في صنعاء حيث رحلة العلم، وفي تعز حيث المحطة الأخيرة من محطات العمل. خاض نائف معاركه النقابية ضمن اتحاد الطلاب دفاعا عن الحقوق، وحين رأى الجماعي في التجمع خير ممثل لتطلعات المجتمع لم يتوانى عن الالتحاق به عضوا فاعلا ثم قائدا رائدا يخوض لأجل اليمن مواجهات نضال السلم وفعاليات ثورة شعب وصولا لخيار مقاومة وطن. رفض الجماعي بوصفه أديبا أن يكون شاعر سلطان يتبعه الغاوون، واختار أن يكون شاعر الشعب الذي يمضي معه المقاومون. ترك نائف بوصفه اقتصاديا إدارة بنك الأموال حين رأى أن واجب وقته في إدارة جبهة المقاومين الأبطال. أدرك الشهيد أبعاد المعركة، ورأى يد إيران تعبث بالمنطقة حين كان آخرون ما يزالون يكابرون في هذه النقطة. ولأنه من رجال القول والفعل معا، أكدت تضحياته أن وطنا يعمل أبناؤه له لن ينجح العملاء في السيطرة عليه. كل عام وأنتم منصورون بإذن الله، كل عام وأنتم ترفعون علم اليمن عاليا شامخا خفاقا رغم أنف الأعداء ورغم أنف الإنقلابيين. ولأنه الواضح الذي لا يتلجلج، أعلنها مدوية لا تقبل مواربة، فدى الوطن روحي ونفسي وذاتي، من في سبيل الله ضحى فما مات. لتختار الأقدار للجماعي ألا يموت، بل يرتقي شهيدا في أرض متداخلة بين شمال الوطن وجنوبه، ليذهب البطل الكبير فداء للوطن الأكبر، وليبقى الجماعي الشهيد الحي وهج الجمهورية. الشهيد القائد نايف الجماعي، مسيرة نضال وعطاء. إذن كان هذا التقرير مشاهدينا الكرام الذي استعرضناه لكم في الذكرى الأولى لاستشهاد القائد المناضل الشهيد نايف الجماعي، الذي لم يكن مجرد ثائر عادي وأثار بوجه الظلم والطغيان، بل كان شاعرا وأديبا واقتصاديا، وله تأثيرات على المجتمع اليمني وخصوصا على أبناء قبيلتي. المزيد حول شخصية الشهيد الراحل القائد نايف الجماعي نستضيف هنا في الاستوديو ابن عم الشهيد نايف الجماعي الأستاذ مسعد الجماعي. مرحبا بك مساعد، حياك الله أستاذ مساعد. مرحبا بك. في البداية، يعني ما هي كلمتكم في الذكرى الأولى لاستشهاد الشهيد نايف الجماعي؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ذكرى استشهاد البطل الشيخ نايف الجماعي ذو شجون، ولها معاني واسعة لا طرف لها. ويذكرني هذا الحدث وهذه الذكرى بأبيات قالها شاعر الإسلام محمد إقبال، وهي ما يسعفني أن أستطيع أن أصف هذا الحدث، ولما رأيت من تبادل أطراف الحديث في جميع أنحاء الإعلام المرئي والمسموع والمقروء والمكتوب. فقال إقبال رحمه الله يتحدث عن مثل هذه المعاني الكبرى وعن مثل هذه الأحداث العظام، قال: من ذا الذي رفع السيوف ليرفع اسمك فوق هامات النجوم منارة؟ كنا جبالا في الجبال ولربما سرنا على موج البحار بحارا، كنا جبالا في الجبال ولربما سرنا على موج البحار بحارا، كنا نرى الأصنام من ذهب فنهدمها ونهدم فوقها الكفارة. الشيخ نايف رحمه الله يعيد لنا هذه المعاني، ويعيد لنا هذا المجد، ويعيد لنا هذا التاريخ الذي كاد أن يتناسى وكاد أن ينمحي من أوساط مجتمعاتنا. نعم نعم. طيب، لو تحدثنا عن بعض من تفاصيل حياة الشهيد، أسرته، يعني طبيعة عائلته، كذا أولاده، زواجه، علاقته بالمجتمع القبلي البسيط الذي كان يعيش به، قبل أن ننتقل إلى مواقفه السياسية والاقتصادية ودوره التربوي والاجتماعي. حياة الشيخ نايف الجماعي كانت ذو يعني حلوة جميلة هادئة بجمال روحه وتعدد صفاته الأخلاقية والخلقية. كان الشيخ نايف الجماعي يتصف بصفات كثيرة على مستوى حيه، قريته، مجتمعه، على مستوى خصومه، على مستوى أقاربه. كان يتميز على أقرانه في الذكاء، في الشعر، كان جميل خطابه مع جيرانه، مع أسرته، كان كل من حوله يحبوه. على مستوى علاقته بأبنائه كان رحيما، خفيفا، سهلا، لينا معهم، يربيهم، ينميهم، يوجههم. كان أيضا مع إخوانه الذي هم كثير، عددهم 7 على رأسهم الشيخ فواز، وكان يوجههم، كان يعلمهم، كان يعلمهم الثبات والإباء والشموخ في ظل مجتمع تغيب عنه هذه المعاني الكبار. كنا نرى آثار صنع تربيته فيهم، وهو ما لمسناه أيضا وعشناه معهم. فكان أيضا يهتم بثقافتهم العلمية وتعليمهم الجامعي، كان يدفعهم إلى الجامعة دفعا، بخلاف المجتمع كان يغيب عن الجامعة ويتراجع عن الجامعة بسبب الوضع المعيشي للناس، لا يستطيعون أن يصلون إلى الجامعة، فكان يدفعهم إلى الجامعة رغم الوضع الذي يعيشه. فأيضا الشيخ نايف الجماعي كان شيخا مصلحا اجتماعيا، كان إذا دخل قضية فصلها مهما كانت عويصة. طيب، هذه بالنسبة لحياته المجتمعية. كذا أول ما دخلت الميليشيات الانقلابية إلى محافظة إب، ربما من أول من أسس نواة المقاومة الشعبية هناك، لك أن تحدثنا كيف نشأت في روحه التي هي أصلا نشأ عليها روح المقاومة، رفض الظلم والاستبداد. وكما رأيناه في ثورة 11 من فبراير كان يهتف بالسلمية في جميع محافظات وساحات الإب التي كانت ترفض حكم المخلوع صالح، واليوم الموقف ذاته. لكن كما رأينا بعض المقاطع التي تحدث بها، سلمية إن أرادوها وفي الحرب نحن لها. حدثنا عن بداية نشأته في مقاومة الميليشيات في محافظته. أولا، الشيخ نايف الجماعي شخصية مدنية بامتياز، فهو محاسب ومعلم وخطيب وأديب وشاعر. نعم. ولم يسلك مسلك الجهاد والقتال والمقاومة والرباط، هذه كانت عنده مرحلة استثنائية لا يهتم بها ما دام أن المجتمع السلمي متواد، متراحم، متعاطف، متفاهم، متحاور مع بعضه. لكن لما جاء الانقلاب وأسقط كل القيم وقلب الدولة والوطن رأسا على عقب،
استباح الأموال والأعراض والدماء ونهب ثروة البلاد. الشيخ نايف الجماعي يأبى الضيم ويأبى الذل، متواضع بعز، متفاهم بحنو، كان يخاطب خصومه باحترام وتقدير، لكنهم يعرفون أنه جبار إذا واجه، قوي. كان خصومه يرتعبون منه في ثنايا بسمته، ما بالك والبندقية بيده. عندما دخلت الميليشيات إب وكان في تعز، تحرك من تعز وجاء إلى بعدان وأسس نواة وشرارة المقاومة في بعدان. نعم. وانطلق من هناك وبدأ يقاتل ويواجه ويمانع دخول الميليشيات المنطقة، وكان يقول سوف ندحر الميليشيات بلسان الواثق، بلسان المقاتل، بلسان الأبي القوي الشامخ. نعم. سندحر الميليشيات من المحافظة نهائيا. هذا الحديث الذي تحدث به والتصاريح التي تحدث بها الشهيد نايف الجماعي، هل لك أن تذكر لنا بعض المواقف البطولية في مواجهة ومقاومة الميليشيات الانقلابية في مدينة إب قبل أن ينتقل إلى عدة جبهات منها الضالع وغيرها؟ في رأس نقيل إب كانت الجبهة هناك يقاتل، وكان حوله الجمهور من الشباب والمقاومة من كل أطياف المجتمع التفوا حوله محبين له، لأنهم يدركون أن هذا الشخص سلميا أولا، لكنه لن يأخذ البندقية إلا عندما يرى الضرر على المجتمع، وهم يثقون بكلمته ويثقون بشخصيته، فالتف حوله الناس وبدأ يقاتل. لكن كان هناك فارق بالسلاح، كان ليس لا يملك سلاح بحجم ما يملكه الحوثيون ويملكه الانقلابيون. كانت كان بيده الكلاشنكوف، بيده الرشاش البسيط، لكنه استطاع لمدة فترة يعني ما يقارب شهرين او ثلاثة اشهر ان يمنع تقدم الميليشيات على دخول مناطق بعدان ولو شبرا واحدا، بل انه دحرهم ولو كان له مدد لصف المحافظة خلال ايام. فجاءت فانسحب من رأس نقيل إب لفارق السلاح بسبب ضرب الدبابات من الجهة الثانية، الجهة الغربية لمحافظة إب، وكانت هناك بعض الخيانات والدسائس والمخابرات الذي يحملها عفاش وغيره. نعم. فالتفوا جاءوا من طريق الدليل من جهة نقيل صواح. نعم. فبدأوا يضربون ويقاتلون، فجاء هو بالجبهة من هناك وبدأ يضرب وواجههم وأرداهم قتلى ورجعهم جثث هزمهم ورجعهم منكسرين، لكن بسبب عدم وجود المدد تراجع وانسحب إلى دمشق. حقيقة هناك المواقف كثيرة، ولا يسعنا في هذا المقام أن نجمل مسيرة هذا الشخص العظيم الذي قدم روحه فداء للوطن ومن أجل المبادئ التي تربى عليها وقدم روحه من أجلها. بشكل سريع أيضا، موضوعه لا يقتصر فقط على أهم القضية اليمنية، بل شاركته هموم القضايا الوطن العربي بأجملها وتحديدا على رأسها القضية الفلسطينية، وكانت له عدة زيارات إلى الأقصى المبارك وإلى أيضا زار غزة التي كانت حاضرة دائما في ذهني. هل لك أن تحدثنا أيضا عن نشاطه الخارجي ونقل هموم الوطن العربي التي كانت تتجسد داخل جسد الروح الشهيد؟ من خلال علاقتي به الخاصة وجلوسنا معه، كان يوجهنا ويعطينا معاني الإباء والشموخ، إباء الجهاد، إباء التضحية، إباء القوة. كان دائما ما يتغنى بالمقاومة الإسلامية في فلسطين، كان دائما ما يتغنى بالأقصى، كان دائما ما يعمل مع جمعيات وجمعية الأقصى وغيرها التي تسهم في دعم المقاومة في فلسطين، وكان يعمل بقوة لا 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 لا, لا يتوانى فيها، وكان له مساهمات كثيرة، وكان له شهادات تكريم من قبل مكتب حماس، من قبل جمعية الأقصى، من قبل المؤسسات التي تعمل لصالح الأقصى. أيضا لا لم يستطيع أن يتحمل بقاءه في اليمن، بل ذهب إلى فلسطين مع مجموعة من شباب الثورة وساهم هناك، وكان له هناك قصص كثيرة أذكر لك منها قصة أنه كان يلتقي بإسماعيل هنية، فأحد الشباب كان معه، أحد الذي كان في المقاومة. نعم. وكان هذا الشاب أحد زملائنا له مؤلف. نعم. مؤلف أراد أن يهديه لإسماعيل هنية، فبعد صلاة الجمعة ذهب الشاب وأعطاه لإسماعيل هنية الكتاب. إسماعيل هنية لا يعرف الشاب،
فتقدم الشيخ نايف الجماعي رحمه الله وقال وبدأ يعرف إسماعيل هنية بهذا الشاب بطريق وبأسلوب راقي. فهذا الشاب يعني لما علم باستشهاده وذكرني بهذه القصة كان يحدثني وهو مكلوم مقهور يتألم. أما في الحدث الآخر في الجانب الآخر غير فلسطين فإنه ذهب مع رابطة شعراء العرب غيرها في عدة مواقف، من ضمنها في موقف في الجزائر أنه ذهب مع أحد منسقي رابطة شعراء العرب هناك. نعم. فكان زائرا ولم يكن مشاركا. فقال للمنسق أبغى أن أظهر بقصيدة أشارك الشعراء. قال لا نريد أن هناك شعراء كبار أكبر منك. قال دعني، وكان زميلا وصديقا وحبيبا للشيخ نايف، أصر على أن يكون مشاركا ليس زائرا. نعم. فسمح له فقال هذا الذي قال بكلام يعني قال فكنت خائف من ظهور الشيخ نايف أقل من مستوى الشعراء، من مستوى الشعراء الحاضرين. نعم. أقل من مستوى الشعراء الحاضرين. فلما تكلم أذهل الجمهور وأبدع وجعل المستمعين يعني إلى المشاركين بأسلوب راقي وحضاري. نعم. عموما انتهى وقت لقائنا معك، والحديث لا ينتهي حقيقة عن هذه الهامة الوطنية الشهيد نايف الجماعي. أشكرك جزيل الشكر لحضورك معنا في الاستوديو الأستاذ مساعد الجماعي ولد عم الشهيد نايف الجماعي، شكرا جزيلا لك لحضورك معنا في الاستوديو. إذن مشاهدينا الكرام نحن مستمرون معكم في هذه التغطية حول الذكرى الأولى لاستشهاد القائد نايف الجماعي، ونأخذ فاصل قصير ثم نستكمل هذه التغطية. الشهيد القائد نايف الجماعي، مسيرة نضال وعطاء. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، وينضم إلينا عبر الهاتف الآن الشيخ فضل العقلة القيادي الميداني البارز في مقاومة الضالع. مرحبا بك شيخ فضل. شيخ فضل أهلا وسهلا شيخ. أهلا ومرحبا بك، نحن في الذكرى الأولى لاستشهاد أهلا ومرحبا بك، نحن في الذكرى الأولى لاستشهاد القائد نايف الجماعي. هل لك أن تحدثنا عن دور الشهيد القائد نايف الجماعي بتضحيته ودفاعه عن الوطن من خلال ما رافقتموه في الميادين في مقاومة الضالع؟ بسم الله الرحيم. نعم، بطل نايف الجماعي رحمة الله وترشاه. تطول نعم معك، تفضل أسمعك سيد فضل. نعم، نايف الجماعي التقيت به لأول مرة في يوتيوب قبل الاستشهاد، فكان يعني ملتف بالنظر التفاف الشباب حوله والتفاف الناس، وكان حتى قتاله ملتفا للنظر. يعني عندما تعرفنا عليه بعد أن طلعنا من الضالع لإخواننا في محافظة دمت أي أمرها، التقينا بنايف الجماعي وكنا نحن هو على قرب القتال وفي المواجهات، فكان هذا الأسد له يعني نوعية في القتال وخاصة، وكان الشباب كلهم يلتفوا بالحولة لشجاعته ولإقدامه ولحب الناس، فقد أحبه الله سبحانه وتعالى فنال الشهادة حب يعني حباه الناس في الدنيا نال جنة الله بإذن الله سبحانه وتعالى. هذا الرجل يعني من في مجال الأدب وفي مجال الشعر له باع طويل وله باع طويل، وفي القتال له يعني رجل السلم ورجل الحرب رحمة الله عليه ورحمة الله ترجاه. ونقول ونعاهد الشهداء الشيخ نايف الجماعي وكل الشهداء الذين استشهدوا من أجل الوطن، بإذن الله نحن على درب سائرون ولن نترك هؤلاء هذه العصابة وهذه الفئة وهذا السرطان حتى يستعصم إن شاء الله من جسم اليمن وتعود اليمن كما كانت إن شاء الله اليمن السعيدة بإذن الله سبحانه. نعم. طيب الشيخ فضل، يعني بالنسبة لقائد ميداني يعني ربما يحمل هم وطن وهو أيضا في المقابل شخصية اقتصادية إدارية وشخصية لها علاقة في الشعر والأدب وربط بين هذه وتلك، أو
ترك هذه الأمور كلها واتجه إلى المقاومة، كيف كانت ذلك تأثيره على شباب المقاومة الشعبية عندما يرون رجل من هؤلاء من أمثال رجال النايف الشهيد نايف الجماعي يلتحق بركب المقاومة؟ كيف كان ذلك أثره على المقاومة الشعبية بشكل عام؟ نعم، له تأثير كبير جدا، حيث أن رجال الاقتصاد ورجال السياسة ورجال العلم ورجال الأدب عندما يحملوا السلاح فإن تأثيره يكون كبير جدا على أسباب وعلى المواطنين الآخرين. إذا إلى أن الشيء أنها أجبرت الجميع أن يحملوا السلاح وأن يقاتلوا وأن يدافعوا على مناطقهم وأن يدافعوا على محافظاتهم، لأنها لم تقي أحد. كلما دخلوا إلى منطقة قاموا بتفجير منازل خصومهم وحرق مزارعهم. يعني كان يعني نايف الجماعة رحمه الله وترشاه أجري على حمل السلاح من قبل هذه العصابة، وإلا هو كان رجل السياسة ورجل الاقتصاد، وإلا هناك دولة استطاعت كان فيها أمن واستقرار لكان من أبرز الشخصيات السياسية والاقتصادية في اليمن. ولكن هذه العصابات المجرمة التي لا تفهم إلى الحرب، نايف الجماعة كانوا من أساتذة الجامعات ومن أساتذة أطباء وكل رجال اليمن الذي كلنا نتمنى أن يبنوا هذا الدولة وهذا الدولة المدنية، ولكن للأسف الشديد جاءوا من كهوف مران وجاءوا من الجبال وجاءوا الناس لا يفهمون معي الحياة، أجبروا الجميع على حمل السلاح، وكان على رأسهم الشهيد نايف الجماعي رجل العلم والأدب والشعر. أشكرك وحول كل المقاتلين أرضا. أشكرك الشيخ فضل العقلة القيادي الميدان البارز بمقاومة الضالة، حدثنا عبر الهاتف. مشاهدينا الكرام، الآن ننتقل إلى نافذة حديث الصحافة والتي خصصناها اليوم في ضمن هذه التغطية، أبرز ما تداولته الصحف أو الصحافة الجديدة وما كتب عن الشهيد نايف الجماعي في الذكرى الأولى لاستشهاده. أهلا بكم إلى حديث الصحافة وإلى الصحافة الجديدة، ونبدأها بالكاتب الصحفي موسى المقطري والذي كتب على صفحته بالفيسبوك عن الشهيد نايف الجماعي في ذكرى استشهاده الأولى، واصفا له بأنه كان بطلا مقداما شجاعا يحمل كل صفات الرجولة ومعاني التضحية والفداء. ماذا كتب موسى المقطري عن الشهيد نايف الجماعي؟ نتابع. لم يكن الشهيد الجماعي ثائرا عاديا، بل كان ثوريا ثريا ثائرا شاعرا مجاهدا ووجها تحترمه المجالس وصانع ابتسامة محترف ورجل أنيق روحا وشكلا وأكثر. الشهيد الجماعي من محبي صلاة الفجر، ولأنه كذلك فقد كان موعد ارتقائه إلى مولاه هو هذا الوقت المبارك، مقبلا غير مدبر باتت عينه تسهر في سبيل الله. أتدرون من نائف الجماعي؟ كان رحمه الله رجل بمؤهل عال في المجال المالي والمصرفي، وحياته العملية كلها في وظائف مرموقة وبنوك عريقة، ولديه بدل المنزل 2 وبدل السيارات 2، ورغد العيش كان باديا عليه، ومع هذا متواضعا بشوشا يجالس البسطاء ويصاحب الغلابة أمثالي، ويقدم خدماته للكل، وفي لحظات الصفاء ينسج شعرا لوطنه وأمته وشعبه. إنه بحق وهج الجمهورية الجديدة، ففي ظلالها حمل بندقيته مجاهدا واستبدل بدلته الأنيقة الغالية الثمن بزي الجيش الوطني، ورابط في المتارس بدل المجالس المفروشة والمكاتب الساحرة المكيفة، وعلمنا الدرس الأبلغ لروحك يا صديقي الراحل الشرف العالي، وفي كل فجر ستتوق أرواحنا إلى روحك، ومن مدرستك المتنقلة تخرج الكثير، ستظل ملهما لنا كمناضل حر شريف، وهبت روحك لله حين تسبق كثيرا من نظرائك، إما ليتدنسوا برجس الانقلاب وميليشياته أو ليتجنبوا المواجهة ويكتفوا بتأمين أنفسهم فيما
الوطن والجمهورية يتلقى الضربات الموجعة، لكنك كنت الأقوى والأسبق بين الجميع. الجمهورية التي تشرفت بالدفاع عنها وإذكاء وهجها يا صديقي هي اليوم أبعد ما تكون عن انطفاء شعلتها الملهمة، ولم يبق لنا إلا القليل لنستكمل القضاء على كابوس الانقلاب الأسود، ولنا أمل بالله أن يجمعنا حيث تسعد الأرواح ويطيب المقام في حضرة روحك أنسج تراتيل الوفاء، وعلى أمثالك من الأحرار أوزع قبلات الاحترام وأرسم لوحات التقدير، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. نوعدك يا أستاذ المجاهدين لن نبدل ما حيينا، على روحك السلام وخالص الدعاء. وفي الفيسبوك أيضا كتب الصحفي عبد الكافي العبيدي عن موضوع ذاته، وتحدث في منشور له عن الشهيد الجماعي، وكتب عنه بأنه كان أيضا حرا وثائرا ومناضلا ضد الميليشيات الانقلابية، والذي وهب كل ما يملك من ثروة ومال لمواجهة هذه الميليشيات. نتابع. منذ أول لحظة على بدء مقصلة الموت الحوثية، واجهها الشيخ القائد نايف الجماعي تارة بقصائده التي كانت تحثهم عن العدول عما يتبنوه والجنوح لصوت العقل والسلم، وتارة أخرى حثن الحكومة والجيش والمجتمع على تحجيم دور هذه العصابة، متكهنا من حينها بأن الحوثيين فيروس سيعم أذاهم اليمن برمتها، وهو ما أكدته الوقائع والأيام مع مرورها. لم يقف القائد نايف الجماعي موقف المتفرج، بل انضم إلى صفوف المقاومة الشعبية لاعتبارات عديدة، يضاف إلى كونه أحد مشائخ إب وبعدان تحديدا أن المعركة دفاعا عن الدين والعرض والشرف، ولأنه رجل يريد أن يكون له بصمته حيث كان، فقد ساهم بجهود في دعم والمشاركة في المقاومة الشعبية بمحافظة تعز، وعندما تم اختياره عضوا في مجلس تنسيق المقاومة الشعبية بمحافظة إب أخذ على عاتقه شرف مقارعة الميليشيا بالمحافظة، تحديدا في بعدان المديرية ذات الموقع الحساس والتي استنزفت الحوثيين على مدى أشهر من المواجهات الضارية التي قادها الشيخ نايف الجماعي، قبل أن يخذله نقص الذخيرة وانعدامها وغياب الدعم اللوجستي والمادي حينها. لتستولي الميليشيات على المديرية، حيث قامت بتفجير منزله ومنزل والده بمنطقة المنار المطلة على مركز المحافظة. يؤمن الشيخ نايف الجماعي بمقولة جوهرية جعلت منه قائدا في جبهة أخرى، وهي قاوم حيث أنت، وهو ما عمد على الإيمان به من منطلق مبادئه التي لا ترضى الظلم وتقارعه فاتحة إلى دمت، مذيقا فيها جحافل الحوثيين وأزلام صالح سوء العذاب. بات القائد المقاوم المغوار نايف الجماعي هدفا معلنا للحوثيين بعد أن كبدهم خسائر فادحة في الآليات والأرواح في كل من بعدان ودمت، مستخدما في ذلك استراتيجيته الفذة في التخطيط والمواجهة. ارتقى الشيخ الجماعي إلى ربه في الملأ الأعلى فجر يوم السبت 7/11/2015 بعد مسيرة نضالية حافلة بالعطاء والعلم والنضال إثر مواجهات عنيفة مع ميليشيا الحوثيين في مدينة دمت، ليتعرض لقنصة قاتل مسخ. انتقل على إثرها إلى جوار الله في الملكوت الأعلى ليموت كما عاش عالي الجبين غير مطأطئ الرأس، وكذلك جبل حرا لا يخضع إلا لمولاه. فها أنت كما قلت ذات يوم، إن قتلوني فلن أموت. إلى تويتر، وهذه تغريدة لعدنان العديني نائب رئيس الدائرة الإعلامية في التجمع اليمني للإصلاح، كتب أو غرد أيضا عن الشهيد وقال بأنه كان نبراسا وبدمه خط سطرا أسطوريا في وجه العصابة الكهنوتية. ماذا عسى القلم يكتب عنك بعد السطر الأسطوري الذي خطيته بدمك، وماذا عسانا نقول بعد قولك الفصل؟ أيها الرجل الجميل اللابس للأناقة دوما، نحن نقتات من حكايتك ومنها نحصل على القوة التي نحتاج للاستمرار. خطيت لنا طريقا لن نظل أبدا ما سرنا فيه وما التزمناه، ونشهد الله أن الحرية التي سكبت دمك أمام معبدها لن نتخلى عنها، وأن الإمامة ستبقى عدونا الأول حتى انبلاج صبح حقيقي للجمهورية. وأيضا هنا تغريدة للصحفي مختار الرحبي، وغرد أيضا عن الشهيد نايف الجماعي وقال بأنه كان يكتب قصائده كأنه ينسجها من دمه.
كان الشهيد الجماعي يكتب قصائده ويخطها دفاعا عن الوطن، وكأنه ينسجها من دمه. بنى من جسده الطاهر صرحا عظيما للجمهورية المنشودة، وأبى أن يركع لمليشيا طائفية. فرحمة الله عليك أيها الشهيد القائد في ذكرى استشهادك. مشاهدينا الكرام، مستمرين معكم في هذه التغطية من برنامج 50 دقيقة، ولكن أترككم الآن مع فاصل قصير، وبعد الفاصل نستكمل هذه التغطية. حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام، ما زلنا مستمرين معكم على الهواء مباشرة من برنامجكم 50 دقيقة، والذي قصصناها اليوم في لتغطية خاصة في الذكرى الأولى لاستشهاد القائد نايف الجماعي. وهنا لدي معنا اتصال الآن مع الأستاذ خالد الحداد، القيادي الميداني في مقاومة الضالع، وأيضا أحد مرافقي الشهيد نايف الجماعي. مرحبا بك أستاذ خالد. يا مرحبا، اهلا وسهلا. اهلا ومرحبا بك. نحن اليوم نتحدث في الذكرى الاولى لاستشهاد الشيخ القائد نايف الجماعي، وانت احد رفقائه في السلاح لمواجهه الميليشيات الانقلابيه. هل لك ان تحدثنا عن مقاومه الشيخ الراحل الشهيد نايف الجماعي ومسيرته في الوقوف ضد الميليشيات الانقلابيه؟ أولا أشكر قناة سهيل على إتاحة هذه الفرصة، القناة الثورية التي عرفنا دائما في صفوف الثوار. والشيخ الشهداء الشيخ نايف الجماعي لم يعش حياته فحسب، وإنما عاش حياة المجتمع. ارتقى إلى الله جل وعلا شهيدا ليحيى الناس، لا من أجل أن يحيا هو فقط. كان في حياته من المجتمع وإلى المجتمع. كان صوته يرتفع صارعة الضوء، وهمه إحياء رؤية الوطن أرضا وإنسانا. نعم. فنهج نهج طريق النضال من نعومة أظفاره، وتعامل مع الظلم والطغيان بكل مراحله بما يتناسب معهم، وتناول بسلم المتاحة بالمسيرات الإعلام المقروء والمسموع. فما أن كانت الثورة العظيمة ثورة الشباب السلمية إلا وكان هذا القائد العظيم أحد روادها، ذروة أحد تاجاتها. نعم. ساهم أيضا بعد ذلك في كل مراحل هذه التسمية. ثم بعد ذلك ما أن اشتد الظلم والجور، وأن سلب الانقلابيون على السلطة الشرعية، وسلم الخونة والعلماء والعملاء أمر هذا الوطن إلى يد إيران، إلى يد المجوس، كمرحلة لإخراجه من هويته العربية، واستفحل القتل والتشريد والتدمير. طيب أستاذ خالد، أستاذ خالد في هذا المقام، نعم أستاذ خالد، لضيق الوقت في هذا المقام، ما هو التكريم الأفضل للشهيد نايف الجماعي ونحن نعيش الذكرى الأولى لاستشهاد الذين سقطوا هو ورفقائه في دفاعهم ونضالهم عن الدين والعرض والوطن؟ أعظم تكريم لشيخ الشهداء أن نقول للمقاومون والجيش لأنحاء أوريجيا عليهم جميعا أن ترتفع لدينا المعنويات العالية للحسم العسكري. نعم. الحسم العسكري هو يعتبر الثمن الوحيد الذي به نستطيع أن يكون ثمن دماء الشهداء. ولذا أخي الشيخ نايف الجماعي عليه رحمة الله خاض معارك عدة مع هؤلاء الانقلابيين. أشكرك. سواء في بغداد أو في دعم. وأسس في جبهة حمد، وكان له الفضل بتأسيس جبهة، نعم، فضل الله جل وعلا. أشكرك الأستاذ خالد الحداد.
أشكرك جزيل الشكر أستاذ خالد الحداد القيادي الميداني في مقاومة الضالع وأحد رفقاء الشهيد نايف الجماعي. مشاهدين الكرام الآن إلى الفقرة التالية وهي أبرز محطات الشهيد نايف الجماعي في الإعلام. وهنا لدينا في هذا التصريح كان في بداية المسيرة النضالية لمواجهة الميليشيات الانقلابية مسلحا، تحدث في هذا التصريح الشهيد نايف الجماعي بحفاظه على مدينة إبوة بأنها لن ترضخ للميليشيات الانقلابية وسوف يقفون أبناءها بمواجهة هذه الميليشيات. أترككم مع هذا التصريح. هذه آخر قرية من قرى بعدان واسمها قرية فروع. الآن هناك تصفية، شباب المقاومة الآن يقومون بتصفية آخر جيوب للحوثيين في مديرية بعدان على الإطلاق. تلاحظون هذه المنطقة، هذا خط النار وخط المواجهة، وتسمعون لعلعة الرصاص. إن شاء الله رب العالمين ساعات ونعلن بعدان منطقة محررة تحت سيطرة المقاومة الشعبية، وإن شاء الله عقبال محافظة إب كلها إن شاء الله. وفي المقطع الثاني أيضا، من أجل القيم والأهداف النبيلة التي خرج من أجلها لمواجهة الميليشيات الانقلابية والحفاظ على أرواح المدنيين، نتابع هذا التصريح له. حرصنا على سلامة المدنيين، لأنه مستهدف المدنيين بشكل مباشر، قتلوا النساء والأطفال وفجروا البيوت وشردوا عزلة كاملة، عزلة المنار الآن الحالة الإنسانية فيها تحت الصفر، شردوا العزلة بشكل كامل. هذا جعلنا على الأقل ننسحب انسحاب تكتيكي لنعيد ترتيب أوراقنا ونتزود بسلاح نوعي، وإن شاء الله رب العالمين ما اجتماعنا اليوم في هذا المعسكر إلا لإعادة الكرام، وإن شاء الله منصورون وأيضا هنا كان تقرير لقناة سهيل تحدث عن الشهيد نايف الجماعي عندما سقط وهو يدافع عن الأرض والوطن، وضحى بدمائه الزكية الطاهرة ليموت ويحيى اليمن، وقدم روحه رخيصة من أجل الوطن. نتابع. تحديدا على قمة جبل المنار ولد الشهيد البطل نايف الجماعي، فكان هو الجبل في صلابته والمنار في إشعاعاته الشعرية والثورية الخالدة. إب عيوننا نحفظها في مآقينا وبأهدابنا، أنيق وبهي وفي وجهه سيماء وطن وتضاريس حلم وطني كبير. إنه واحد من رجال قلة ليس بوسع التاريخ أن يسطر أسماءهم إلا بحروف من ذهب وحبر من نور، رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. فهل كان نائف الجماعي واحدا من هؤلاء أم هو كلهم؟ كانت في الشوارع الخلفية للحرب فرص ثراء وأسواق نخاسة وتجارة حروب، وكان بإمكان المحاسب الإداري المتخصص أن يستثمر الموسم الخصب، وقد منحه الله موهبة في الاقتصاد وإدارة المال لصالحه. لكن نائف الجماعي الذي أدار بتخصصه الأكاديمي بنوكا ومؤسسات تجارية أدار ظهره عن كل هذا وانخرط في صفوف المقاومة الشعبية بنفسه ونفيسه، جنديا باسلا وشاعرا فذا، قصائده أشد على الأعداء من وقع النبال. فجرت الميليشيات الحوثية داره ودار أبيه، فقال هازئا: وما الضير ما دامت اليمن تسكنني من الوريد إلى الوريد. اخترقت رصاصة الرأس نجله محمد، فقال: التراب المضمخ بدم أبنائه ينبت أجمل الورود وأعبقها في الربيع. هو الحاصل على الماجستير في التجارة، المحاسب والمدير في عدد من البنوك والهيئات التجارية، وهو قبل ذلك ابن إب، بسيط كحقولها وشامخ كجبل المنار. حين جد الجد رمى بكل مناصبه ظهريا واندفع في صفوف المقاومة قائدا ملهما وبطلا لا يشق له غبار. وفي اللحظة الأخيرة التي أيقن فيها الشاعر الأديب أن مكمن العز تحت حد السلاح. وأيضا هذا تقرير آخر لمسيرة الخلود التي خلدها الشهيد نايف الجماعي بدمائه الزكية والطاهرة، والتي سوف تبقى خالدة
طول الأزمان. نتابع هذا التقرير. هنيئا لك أيها الصاعد إلى عليين، مضمخا بعطر الشهادة، متشحا بالفجر والابتسامة. هنيئا لك أيها القائد نايف الجمعي، هنيئا لك أيها القمر الشاهق مدارا، البهي حضورا، والمأهول حبا ووطنية وشجاعة وإقداما. نطلب العز رغم ذل وعار حاق بالقوم من جميع النواحي. يا ابن إيران دمروا كل بيت، فعلى الترب راحتي وانشراحي. عاش رجلا ورحل بطلا، وبين الرجولة والبطولة مسافة حافلة يؤثثها العطاء في مختلف المجالات. فمسيرة الجماعي كاسمه تجمع لكريم الخصال ونبل الفعال، فهو الشاعر المشبوب والخطيب الفصيح والقائد المحنك والداعية الفعال والإداري الخبير والرجل التنموي، الروح المخبتة والقلب الطموح والهمة السامية. قطع مضمار الحياة محلقا فوق السحاب، بينما الغالبية العظمى تحبو فلم يدل بسبقه، ولم يزدر البطيء لبطئه، بل ظل يزرع في كل شخص عاش معه أو لقيه شهوة الأجنحة. وحين جد الجد كان كالباشق في سماء البطولة. سبتمبري الهوى لا أنحني أبدا، أمضي على درب آبائي وأجدادي، عيدي إرادة شعب مارد شرس لا يقبل الضيم مسنودا بأمجادي. لكن إذن مشاهدي الكرام، أيضا معنا اتصال للشاعر ماجد العودي. مرحبا بك سيد ماجد. أهلا وسهلا بك أخي أحمد. أهلا ومرحبا بك. إذا صح التعبير أو إذا وصفتكم بأنكم رفقاء القلم، فهل لك أن تحدثنا عن مسيرة الشهيد نائف الجماعي في مسيرته الأدبية والشعرية؟ هل لك أن تحدثنا عن هذا الجانب؟ بداية تحية لك أخي أحمد، وتحية لقناة سهيل على إتاحة هذه الفرصة وعلى تغطيتها الشخصية بحجم الشيخ نايف الجماعي. الشيخ نايف الجماعي مسيرة نضال، مسيرة إبداع، مسيرة إنجاز، مسيرة كفاح استمرت 42 عام من عمر الشيخ نايف الجماعي، كلها جهد، كلها تضحية، كلها كفاح بما تعنيه الكلمة. الشيخ نايف الجماعي لا يجهله أحد شاعرا، لا يشق له غبار، ومقاوما من الطراز الأول. حينما تقلب صفحات الشيخ نايف الجماعي تتحدث عن نايف الجماعي الشيخ، أم عن نايف الجماعي الشاعر، نايف الجماعي المصلح الاجتماعي، نايف الجماعي مدير البنك، نايف الجماعي الخطيب المفوه والشاعر والأديب. نعم الأديب نايف الجماعي الإعلامي البارز. نعم كان يقدم أيضا في قناة يمن شباب له. طيب برامج رجل. نعم سيد ماجد، سيد ماجد لضيق الوقت أعتذر منك، فباختصار إذا سمحت لي، ما الذي يمكن أن يقال في هذا المقام وفي الذكرى الأولى لاستشهاد القائد نايف الجماعي؟ حقيقة أنا كتبت مقطوعة لكن ما أدري هل يزيد تفضل الوقت أم لا. نعم. مقطوعة شعرية هي لا ترقى إلى شاعر بحجم الشيخ نايف الجماعي. نعم. لكن واجب الوقت. عام مضى والعين تذرف دمعها، والقلب يا شيخي لأجلك ينفطر. عام مضى وأراك تشحن همتي، وتمدني بشموخ من لا ينكسر. ما زلت أحفظ كل شعر قلته، فيه المشاعر كالزلال المنهمر، فيه التغني بالبلاد وأهلها، وفؤادك الموار دوما يعتصر. ما زلت أذكر كل درس رجولة ألقيته يوم الرجولة تحتضر. ما زلت أذكر خطبة دبجتها، وقصائدا وجهتها للمكفهر، تعني بها المخلوع إذ خاطبته بخطابك الوطني ألا ينتحر. فمضى مع المعتوه يطلب حتفه، وأتوا بدهماء الجراد المنتشر، باعوا بلادي للمجوس رخيصة، فأبيت إلا أن تكون المنتصر. ظنوا بأنك لو رحلت سيهنأ نوما وينعم كل أفاك قذر، لكنهم دحروا وكانوا عبرة للعالمين، فهل لهم من مدكر. منذ ارتقيت إلى مكانك في العلا، صاروا هنا أعجاز نخل منقعر. مرفاح منك المسك يا شيخي هنا، كانوا ربي كالهشيم المحتضر. أبصرت آلاف العبيد تناثرت، أجسادهم في كل شبر تندثر. لو أبصرت عيناك ما أبصرته من حالهم، والله جسمك يقشعر.
لم يكرهوا بالدفن من ساداتهم. أظهر ضحية كل كذاب أشر، صاروا طعاما للكلاب وأصبحت جثث العبيد بكل أرض تنتثر. أما رموز الانبطاح بأرضنا صاروا كأحقر ما تدوس وتحتقر، فقدوا كرامتهم وصاروا دنية بيد غلام من شميلة أو عصر. خانوا فذلوا غير أنك شامخ كشموخ ردفان الشرارة أو صبر. لم هانئا يا شيخ إنك ظافر بالحسنيين، ومن تآمر قد غدر. للجوف عادت جوفهم يا شيخنا، ألا ولا عدن الحبيبة تنشطر. تعز هي الأخرى ومأرب أصبحت، تزهو بفعلك يا شهيد وتزدهر. وشبيبة الإسلام منك تعلمت، وبكن تباهي العالمين وتفتخر. أطراف صعبة زغربت لوصولنا، واليوم صنعاء الكرامة تنتظر. لم يا الأعزام نوما هانئا، فقد اصطفاك المستجيب المقتدر. رحم الله الشيخ نايف الجماعي، ولا فض فوق على هذه الكلمات للرثاء في الشهيد نايف الجماعي. أشكرك جزيل الشكر السيد ماجد العودي الشاعر والأديب، حدثتنا عبر الهاتف. مشاهدينا الكرام، يبدو أن وقت التغطية انتهى، والحديث عن هذه الشخصية العظيمة والقائد الميداني والمربي والشاعر والمناضل والأديب والاقتصادي والسياسي والاجتماعي لا يسع الحديث عنه في هذا المقام. مشاهدينا الكرام، أنا سوف أختم معكم هذه التغطية، وسوف أترككم مع هذه الأبيات التي لم يكن استشهادي فقط تأثر به الشعب اليمني، لأنه كان يحمل هم وقضايا الوطن العربي بأجمله. فرثته فلسطين على لسان الشاعرة أمل أبو عاصي، والتي أهدت هذه الأبيات إلى روحه الطائرة. مشاهدي الكرام، أترككم مع هذه الأبيات وأستودعكم الله، وشكرا لكم على حسن المتابعة والإصغاء، في أمان الله. بالورد أم بدمائه زفوه، في القبر أم في جنة دفنوه. هذا الذي إن قيل أعظم قائد وأحب من سكن الثرى ظلموه. هذا الذي إن قيل كان كبيرنا صغر الجميع وضل من يسلوه. مذ ضمه هذا التراب، وإنه من حبه استحيا فلا يعلوه. هذا اليماني الذي لم يثنه قوم إذا اشتد الوغى خذلوه. هذا ابن أرض الطيبين ودمه يسقي البلاد المجد. ما قتلوه، ظنوه جثة ميت، لكنه هو جنة طابت وطاب ذووه. وعلى القلوب تربعت أفعاله، وطنا بلا وطن له حملوه. يا ابن الجماعي المشرف ذكره، يا ابن الجماعي المشرف ذكره. إن كنت في بلد يطيب بنوه، لم تبكك اليمن العظيمة وحدها، هذه فلسطين الأسى تتلوه. الدمع في عينيك غزة ناطق، طيف التذكر نابضا يعلوه. صنعوا بعيدك من تمور خداعهم صنما لئيما ليتهم أكلوه. مدوا له القربان خاب مبيعهم، شلت أياديهم وما شلوه. هذا يمين الله يا يمن الهدى، فتوحدوا يخب الذي مكروه. الدين نهج النصر كل عتادنا، الدين نهج النصر كل عتادنا. تاهت خطى من عن هوى ضلوه. إن شئتم المجد التليد تكاتفوا، فالمجد يسكن من أتى يحدوه.
هذه وصية نايف بدر الدجى، لا تسألوا عن مثله فتتيه، وخذوا المناصب والمكاسب، إنما خلوا لنا طيفا سوا خلوه.